شحال عاملونا نجري نقولوا فين جا ربي عندي بنتي مريضة بركبت الفراسيون فين الكدمين وحال طاف باش تجي صباح فين جا ربي ان شاء الله ان شاء الله ربعا شوف الحالة خطا عليا التليفون دا قلقني قول ما يمشغولاش خالتي مسعوده الله يبارك السلام وليدي والله لا دموعك غير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي كاع غاليين والله غير غاليين كاع مؤمنين ان شاء الله شوفوا وليدي ها هو البايع بلا ما توري لي مويك بلا ما توري لي شوفي بلا ما توري لي شوفي في الكاميرا وهضري مع الوالي مباشره مباشره بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله بيبلع وشر هادوما انا بنتي دات اي دير اوبراسيون في مايو انا غدوه كي نخرجها وين نحطها على حسك الفيسي كي نديها لازم نحي مطاره باش تروح الفيسي باش تنسى مسكينه ما تقدرش تقولي ما نجينيكمش يا ماما باش من طفله مسكينه 3 أيام و4 أيام يتنسى تقولي ماما باش ما نجينيكم كيف السبيطار مايو راهي محلوله دوكا كي نجيبها لاسوني مسكينه باش تدير لازم كي ندير لاسوني لازم خوها يخرج بابها يخرج لا حوى ولا قوة اللي بلي انت كي تجيب لنا الناس مش حب الدوار ولا ما نشنط على الناس حاشا ربي كي تجيب لنا الناس ما نعرفهم يعرفوني جي تدخل لي الناس انا جاري باش الطفلة كي تقولي ماما دقت الدنيا بيا نحل الباب نلقى جاري نشوف شمبرة على جاري عيب عيب هذا عار هذا يا من حسن المريضة 22 سنة مكشني ما يعرفاش سارة مكش محبوبة مع ربي مع العاد سارة لا سولين تجي سارة سارة نهار الحد دير باراسيون ندعو لها كاع ان شاء الله ان شاء الله باذن الله 22 ونزوروها ان شاء الله مرحبا بك وليدي وان شاء الله في الوعد الله يا خويا ان شاء الله شو كي تخرج تحاسبني بربي والعواشر الا كان عندي حاجه ما نخليش بنتي 22 سنه دارت باراسيون مع الاول نجحت الحمد لله عاودت مرضت ودوك راهي في مايو لا الحمد لله في مايو اسكت وسمع في الله خليني نهضر في مايو اسكت يا شوشو حاشك صبابط يرقدوا معانا الصباط يرقد يرقد معاك الفول حتى الصبابط ورينا نعرضك انا كاين جايين مالين راجلي ام جايين عندي يطلعوا على بنتهم وين يرقدوني وين حافظ فاميليا ما نحافظ وما نقدرش انا قل انا عندي السكر على بالي على بالو بيا انا كنا نعمل نحيش حق الناس انا كاع كيف كاين كاع انا هادو ولاد واش لو اسمك تاع الدين يا خويا في وجه ربي مشي على وجهي على وجه المريضه كي تخرج من باراسيون كاع ولادنا كاع ولادنا لا اله الا الله محمد رسول الله يا وليدي كي تخرج ان شاء الله باذن الله قلت لها يا ساره بنتي دعي فوق الطابله ان شاء الله قبل ما تخرجي ربي ان شاء الله يحطك في بيت وين تكسلي انا باش نحي مطارح باش تجوز الفيسي في الصالون عيب علينا في وجه ربي في العواشر هادو لهاد رمضان ان شاء الله ربي يفتحها قبل ان شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم حنا ماناش تاع العار ماناش انا وليدي كي يرقد معايا 22 سنه واش بقى الحياه خلاص طراحت وعلى خاف ربي لو كان حنا ماناش ندو حق الناس ماناش نقولوا لي الدم مبروك عليه بالصحة ولهنا وان شاء الله ادعوا لي بنتي ان شاء الله ربي يشفي كاع امور مريضين كاع ان شاء الله في وجه ربي يا شب دايره قلت لك شحال غطرة عندي بنتي راهي في الدونجي راهي في دوكي تنازل تبات تخبي عليا حتى نوض انا الصباح نوض الصباح باش نلقى وعدنا قالنا بايدنا ما استفدتش انا وعلى الحقره وعلى الحقره باش طفله تريسبين نحل باب نلقى جاري نلقى جاري ليلى الله رسالتك وصلت ان شاء الله ونقولوها ونقولوها بحرفيه ان شاء الله حاجه ما راح ان شاء الله ان شاء الله يا وليدي يقولوا في جربي كامل تهدد نطلب من السيد الوالي ولايتي بازا يجي يحضر هنا الحجوط للاستوديو حي 90 مسكن باش يشوف الحاله تاعنا كيفاش رانا عايشين ما عندنا لا غاز الميزيريا ولادنا كاع كبار مساكين كاع هملوا كاع تسوفجوا على جال الاستوديو اللي رانا عايشين في شمبرة واحدة وليدك يرقد معاك يساميك احرام عليكم شوفوا لنا الحل شوفوا لنا كيفاش ديرونا لازم تشوفوا لنا الحل يا سيدي الوالي اروح تشوف بعينك كيف رانا عايشين اللي قال لك باللي رحل حي 90 مسكن استوديو ما رحلوش مازالوا هنايا